مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون في كل مكان. احنا دلوقتي موجودين في مدينة العالمين داخل المدينة الترفيهية الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. خلينا نقول ان لسه الفعاليات مستمرة معنا، فعاليات كلها حاجات مميزة، مش بس بتقتصر على الحفلات الغنائية والمسرحيات والعروض الفنية، لا ده كمان في مسابقات رياضية وكمان في منافسات في الرياضة. لسه كنا شايفين مع بعض بطولة كرة القدم، بطولة السلة، ولسه في بطولات تانية ومسابقات تانية كتير. خلينا نروح نشوف مع بعض فعاليات النهاردة والأجواء النهاردة داخل مدينة العالمين. هي حلوه ومدينه حلوه وفيها ملاهي وحاجه جديده قوي علينا وكده. يعني بصراحه مشروع جديد ومشروع متطور بيفيد البلد، بيخليها شكلها احسن قدام الدول الثانيه، وخصوصا بوجود كابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض النهارده يعني بيطوروا او بيحسنوا بيخلوا شكل الايفنت حلو. اول مره اجي النهارده، لا جميله وحيويه جدا جدا، ومتهيألي كمان ان بالليل هتبقى احسن بكتير قوي قوي. هي دلوقتي رائعه بس بالليل هتبقى اروع كمان. الفعاليات جميله ولا فيها جوز انبهار كبير قوي، يعني انا شايفاها جميله جدا، حاسه ان انا قاعده يعني كاني مثلا زي بره بالظبط، ويمكن احسن كمان، يعني ما كنتش متوقع حاجه زي كده خاصه عندنا في مصر. حاجه نتشرف بيها والله، يعني وانا واخد هنا في الابراج، ابراج العالمين يعني من 3 سنين، يعني فلا يعني مستوى رائع يعني. حلوه وجميله والابراج حلوه والدنيا حلوه وكده.